صباح الخير عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان الحمد لله. يلا مرت البنات، بدا وليت كنعس هاد الايام بعدا حتى العشاء، ولكن اليوم بقيت مع 9:30 ولات بدايا راه كتخليني نصبح نعس حتى العشاء. هادي شي سيمانه دابا ملي رجعنا من السفر وهي كتخليني نعس بعدا حتى العشاء. كتفيق ليا في البنات اللي كيسولو واش كتفيق ليا، كتفيق في الليل حيت في الليل باقا ما كتعرفش تقل دير ما باقا ما باغاش تحل عينيها وتقلب على السكاته، ما بنهار ما بقاش دايره عليه، بنهار كتقلب عليها وكديرها، ما بلي ما كديرهاش لهذا باقا كتفيق تبغي السكاته ونعطيها ليها. اش بغيت نقول لكم ثاني؟ كتفيق ترضع مع الصباح بكري، يعني ديك 7 الصباح 6 الصباح عاد كتنوض تفطر، ما كتفطرش ما كتاكلوش، ما بقاش كتاكل وسط الليل صافي. ملي كنرضع مع ديك 11 الليل صافي كتبقى ناعسه ليا على ديك الرضيعه فيها سيليلاك حتى 6 الصباح 5 الصباح عاد كتنوض تاكل وصافي. هذا الشيء اللي كاين. انا دابا يلا كنوجد الفطور، نور بغات الباناكوك راه كنسخنوا ليها، انا كندير ليا شويه البيض، انا عطيت ليا راه معايا شويه البيض. اخوات اللي قالوا لي ما تعطيهاش هذا، ما تعطيهاش البيض حتى دير عام، لا الطبيبه قالت لي عطيها البيض، عطيها البيض وعطيها الصفار، عطيها البينداكاس شريته ليها، داك بحال ما قلت نقولوا لي املو ديال الكاوكاو هذاك حتى هو قالت لي شري لها، خديته لها بيو هو هذا او بنات كتقول لي ولكن كيعجبها كنعطيه لها مع خبيز كيعجبها. دابا غادي نعطيها الحوم معها لانها البيض ما بغاتوش ليا نهائيا وخاصها، درتو لها مسلوق ما بغاتوش، درتو ليها هكا في المقيله ما بغاتوش، ولكن دابا غادي نحاول معها باش نعطيه ليها. الا بغاتو ما بغاتوش غنعطيها واحد الطريف ديال الخبيز تشدو في يديها تاكلو، تشدو في يديها وتاكلو، ونعطيها مع هاد بينتاكاس. اش بغيت نقول لكم؟ المهم انتما دوزوا معايا هاد النهار نشوفوا كيفاش غادي نقضيو. حماتي بغات تجي عندي هاد السيمانه، قلت لها تعالي مرحبا بك، وهذا اللي كاين. المهم هانتوما معايا في هاد النهار، نتمنى الاعجاب ديالكم، باقي ما عرفتش كيفاش غادي يدوز وهانتوما معايا. انا نورمال ما كنطيبش البيض ما كيعجبنيش، ولكن على قبل يا طيبته كنصابه تاكلوا معايا، ما درت فيه لا ملح لا والو، خليته هكا ندير الملح جهتي انايا. نور بغات العسل فهمايا، كتعي روحي هذا كبير، سمع لعنك سمع لعنك. باش نكتر لها يو البنات. انا درت لي قهيوه، يا ريت تدر ليها دغيمات فيهم هذا ديال البيندا، ما بغاتش ليا البيض. نورا هي كتاكل ديالها صافي. انا عاد زدت زبيته بلديه وزدت فرماجه مع البيض هو خبيز باريزيان. غادي ندوز نفطر. هنا جبت بطاطا ونص قريعه، غنديرها ليا ناكله العشاء، نوجدها من دابا صافي. غادي نقطعهم ونسلقهم ليها. يا غادي نعس دابا. صافي نديرهم يطيبوا البنات. هنا غادي نوجد الزعلوك، عندي القطبان ديال الغنمي، غادي ندير لهم هكا قطبان ديال الغنمي مع الزعلوك، ونشوف شرموله ولا شي حاجه ندير عاوتاني واش لايضه. هذا هو اللي غادي ندير العشاء اليوم. خاما بوف اتسهال
تلعب ليا بالمقابط تهرسهم ليا. قلت لها حطي المقابط ما تلعبيش بيه، بغات تهرسهم ليا. هنايا البنات غادي نبدا نوجد الزعلوك. كنت قطعت اللحم قطبان ديال الغنمي وزعلوك. هنايا راه كندير كلشي في خطره واحده، ربيع مطيشه وكلوح عليهم الدنجال العطريه صافي، وكنسد كندير شويه الزيت صافي وكنسد. هنايا هي اللحيمه درت لها العطريه خلطتها صافي، غنغطيها ونديرها في الثلاجه حتى العشيه باش تشرب ديك العطريه ديالها. هنايا عندي هاد النهار غادي نبدل الفراشات ديال البيوتا ديالي وديال بنتي صافي، غنحيد الغطايات، غادي الغطايات ديال المخاد نور حتى هي غادي نمشي نبدل الفراش ديال بيتها. مره في السيمانه كنبدل هاد الغشيان، وبالنسبه للمخاد راه كل يومين كنبدلهم. البنات طلعت دابا كنفك هاد الشبكه الثانيه ديال الحوايج، كانوا جوج شباك عامرين، وحده خويتها ودرت فيها الوسخ هانتوما كتشوفوا، درت فيها تمايا الحوايج اللي خصهم يتصبنوا. دوك المخاد حيت لهم الجبايات باش نصبن الجبايات، دابا خاصني هادي نديرها نفكها. البنات هنايا راه فاقت، كانت رضعت مع 12 ودابا فاقت، كعطيها هادوك بحال سناكس. المهم هادو راهم بيو، فيهم المايس وفيهم هذا خيزو وبيو ديال الوليدات اللي عندهم هكا 6 شهور وزازين عليها وكيبردوا عليها حتى في السنينات كتبقى تغزز فيهم. المهم نور راه كلات دابا حتى هي ماكلتها، وانا حاط دمي كنعطيها غير جوج حيدات ما كنعطيهاش بزاف. انتما شفتوني رانا صافي طويتها وجمعتها، مي غادي تكملها غنبدا نعطيها خبيز. بعد حتى نعطيها خبز الدار الا كان، دابا كاين خبز الدار، كاين بوطغام هذا توستي ديال الزرع كنبقى نعطيه لها جالسه وهي كتاكل حدايا حتى كتوصل على وقيته ديال الرضاعة تاني مع ديك الربعه. وعاتاني العشاء درت ليها القرعه مع بطاطا. انتما الزعلوكه واجد درت على حسابي انا وهشام، درت هاد النجاله وحده ما درتش بزاف. Thank you.
كيش المبطل هادي خفت نطلع هذيك وفوكا انتما بنات قطبان مع الزعلوك شلايده ديال العير ما طيشوا البصله هذو اللي كتجي صراحه زوينه مع الشوا يلا كول يا بنتي ماكلك ماما كوزينه هذيك خليتها تما عاد غادي نحيدها شو هادو ما تنرميهمش كنخليه بقا ما فيه حتى شي حاجه كنخليه كنستعملو مره اخرى نغطي به شي حاجه لما كان هكا نقي دابا غادي نطلع نجيب التصبين باش غادي ننشرو هما البنات نشرت الفيطه دابا ندوز نصب النعناع عشان نسيتو هاد يومين والله الا شوفو كي ولا مسكين صفر هادي ما خرجتش ليا بقى فيها شويه الخرقوم هنايا وخليتها تتنشف ونعاودها نرقدها ونعاودها قيريش درك كنت خديته من كرايت فات شالت سقن عيني عات اختي عجبني النعناع مع ميها شو هذا مسكين كي ولا دايت يتخاد ويتكرم ولكن صراحه انا ناسي هذا كناخذ من هذا هذا اللي جابت لي ماما واللي كناخذ منه نزيد ميها هو اللي كنستعمل صافي هذا تدير هنايا نور قرب طلع راه شوفوا السبعه واخا العطله كنطلعها في نفس الوقت ديالها مازال دابا كاينه جدها كنخليها تما راه جالسه في البار اللي هي كتاكل دانون باش غادي طلعت الناس وهنا تنقول لكم تما تهلاو فريوسكم بسلام